الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبيسر برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارة التحقيقية والعقلية. بدأ أولا بالاستعارة التحقيقية فقال: وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا. يعني الاستعارة تنقسم باعتبار آخر إلى تحقيقية وتخيلية. فإذا كانت ذات معنى ثابت، أي إذا كان معنى الاستعارة مما هو ثابت بالحس أي يشاهد أو بالعقل، فإنها حينئذ تكون تحقيقية. إذا الاستعارة التحقيقية هي التي معناها يدرك بالحس أو يدرك بالعقل. مثال المدرك بالحس قولك: رأيت أسدا يرمي، فإن الأسدية معنى يدرك بالحس فيشاهد. ومنه قول زهير: لدى أسد شاك السلاح، مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. أي لدى شجاع جريء كالأسد، فمعنى معناها هنا مدرك بالحس أو بالعقل. كذلك أيضا تسمى تحقيقية، كما في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فإن الصراط في كلام العرب معناه الطريق الذي يمشي فيه الناس، هذا هو معناه. والمعنى اهدنا الدين القويم، فهذا هو المراد. الطريق حقيقة في الممر، أي في المكان الذي يمر فيه الناس، مجاز في الملة أو في الشريعة أو نحو ذلك. طبعا نحن عندما ندرس علم البلاغة نفرع على وقوع المجاز في القرآن الكريم، لأنه إذا ألغينا هذا الأمر لا حاجة لنا أصلا لكي ندرس علم البلاغة أصلا. وهذا أيضا هو مذهب جماهير أهل العلم، ويخالف في ذلك بعض الأئمة كما هو معروف. فالصراط في اللغة العربية هو الطريق، والطريق حقيقة في الممر، أي في مكان المرور، في المكان الذي يمشي فيه الإنسان، هذا هو الطريق في الحقيقة. ومجازا يعبر به عن الملة وعن الدين وعن نحو ذلك. فهنا وجه الاستعارة مدرك بالعقل. أحيانا لا تدرك بالحس ولا بالعقل، وإنما تكون شيئا متخيلا لا وجود له في الواقع، وذلك وهي المسمات بالتخيلية، وستأتينا وسيأتي التمثيل لها بقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أظفار المنية لا وجود لها بالحس، لا تدرك بالحس ولا بالعقل، لأنها لا وجود لها أصلا. فالمنية هي الموت، ليس لها أظفار. فمعنى الاستعارة هنا أمر خيالي متوهم يخيله المتكلم إليك، وإلا فهو لا وجود له في الواقع، بخلاف الأسدية في رأيت أسدا يرمي فهذا أمر مشاهد محسوس، وبخلاف مثلا اهدنا الصراط المستقيم هذا أمر معقول مفهوم. ثم مثل فقال: كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. قوله أشرقت بصائر الصوفية مثال للاستعارة التحقيقية، المتحقق معناها عقلا، لأن المستعار منه الاستنارة بالنور المحسوس، والمستعار له الشراح الصدر، وهو أمر محقق بالعقل. فصل في المكنية، الاستعارة المكنية. قال: وحيث تشبيه بنفس أضمر، وما سوى مشبه لم يذكر، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية: كأنشبت منية أظفارها، وأشرقت حضرتنا أنوارها. قد يضمر المشبه به فلا يذكر، أحيانا يضمر المشبه به فلا يذكر، ويذكر المشبه لكن
يؤتى معه بشيء من لوازم المشبه به، فيؤتى معه بشيء من لوازم المشبه به. فهذا التشبيه قال صاحب التلخيص وتبعه صاحب الجوهر هنا بأنه هو المسمى بالاستعارة المكنية، ويمثل له بقوله بالبيت الذي قرأنا آنفا وإذا المنية أنشبت أظفارها. فالشاعر هنا أبو ذؤيب الهذلي، قصيدة من روائع الشعر وهي من أحسن ما قيل في الرثاء، كان قد توفي أولاده بسبب مرض، فقال قصيدته المشهورة: من المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعقب من يجزع، أو دابني فأعقبوني حسرة عند الرقاد، وعبرة لا تقلع سبقوا هوي، وأعنقوا لهواهم فتخرموا لكل جنب مصرع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. لا تنفع التمائم حين المال، عقيدته لا بأس بها يعني. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فهو شبه المنية أي الموت بالسواء. من جهة الافتراس ومن جهة أيضا أن السبع لا يفرق في اصطياده للناس بين الفاضل وبين العالم والجاهل، وبين المهم بالنسبة له الإنسان من حيث هو مأكول، فيأكل الذكية والغبية ولا يفرق بين الناس. فالمنية كذلك أيضا تغتال النفوس جميعا ولا تفرق بين الناس، ولكن المشبه به وهو السبع أضمر. هو هنا قال: وإذا المنية، لم يذكر المشبه، ليس مثل قولك رأيت أسدا فأنت ذكرت المستعارة له، ولكن أتى بشيء من لوازمه هو الأظفار، أضمر المشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو الأظفار. فالأظفار هي مخالب الأسد التي يصطاد بها الناس. فهذا النوع سماه الخطيب رحمه الله تعالى في التلخيص بالاستعارة المكنية، وهو الذي عبره عنه هنا بقوله: وحيث تشبيه بنفس أضمر، أي أضمر المتكلم التشبيه في نفسه، وما سوى مشبه لم يذكر، لم يذكر إلا المشبه، وإذا المنية لم يذكر المشبه به، ودل لازم لما شبه به، أتى بشيء من لوازم المشبه به كالأظفار في هذا المثال الذي ذكرنا الآن. فذلك التشبيه، أي فهذا التشبيه يعرف باستعارة الكناية، يسمى باستعارة الكناية. وذكر اللازم يسمى بالتخييلية. ذكر لازمه وهو ذكر الأظفار هنا يسمى بالاستعارة التخييلية. ومثل له بهذا البيت: أنشبت أنية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوار أشرقت حضرتنا أنوارها، على أنوارها مفعول أشرقت على توسع في ذلك، أو أنشبت منجة أشرقت الأرض بنور ربها. نعم. وأشرقت حضرتنا أنوارها، مشكولة بها أنوارها، أنوارها ذاتها. على كل حال إذا كانت مفعولة على سبيل التوسع، لأن يعني أشرق أشرق فعل لازم. من نعم من أشرقت أشرقت الأرض أشرق فعل لازم، لكن قد ينصب المفعول بعده على التوسع، أو أن يقال كأنشبت منية أظفارها فتكون أظفارها بدل اشتمال من المنية. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فهذا النوع يسمى ببدل الاشتمال. نعم.
نعم سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يمكن أن يقال أشبت منية أظفارها، أي أظفار المنية يكون المبدل منه في حكم الطرح، حينئذ يقال أشرقت حضراتنا، وتكون أنوارها أيضا على نفس الشيء بدل الاشتمال، ها محتمل. لكن ما ذكره صاحب التلخيص وتبعه فيه صاحب الجوهر هنا من أن الاستعارة بالكناية هي التشبيه المضمر في النفس لا مستند له في كلام المتقدمين من البلاغيين كالشيخ وكالزمخشري وغيرهم من أئمة البلاغة من أسلاف البلاغيين، بل معناها عندهم أن لا يصرح بذكر المستعار بل بلازمه، ولكن يكون المقصود حينئذ بقولنا أظفار المنية استعارة السبع للمنية، إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار، فهي عندهم ليست من باب التشبيه وإنما هي من باب الاستعارة، وذكر اللازم يعني أننا استعرنا السبع للمنية. وهذا هو رأي المتقدمين، من عادتهم يعني نحرص على رأي الشيخ. شيخ إذا قيل هنا فهو الشيخ عبد القاهر، القاهر الجرجان، عبد القاهر الجرجان، هو في علم البلاغة منزلة السيبويه في علم النحو، يعني مقدم مرجع. قال فصل في تحسين الاستعارة: محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه، يعني أن الذي يحسن العبارة يحسن الاستعارة يجعلها أحسن هو مراعاة وجه التشبيه. إذن هذا هو نفس التوسع الذي ذكرت لك أنا. نعم. إذن كان شبت منية أظفارها اشترقت حضراتنا أنوار بأنوارها أو في أنوارها هناك. نعم. هم يفعلون هذا توسعا النص بنزل خافض. هو في قسم جائز، يعني يكون الفعل لازما متعديا كشكره وشكر له، ومنه اختار مثلا قد تنصب المفعول الثاني، هذا قد يقع في الكلام الفصيح، ولكن ما كان منه حائدا عن ذلك فإنه لا يقع في القرآن الكريم، ولكن قد يقع في شعر العرب اسمع، ومنه قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام، لأنه لا يقول مررت زيدا، هذا لا يقال إلا على وجه توسع بإسقاط خافض. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا، نقلا معناه أنه ليس مقيسا، وإنما يطرد في أن وأن، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. إذن فإسقاط الخافض والنصب ليس مضطردا إلا في أن وأن، بغيرهما غير مضطرد، وما ورد منه عن العرب يقتصر على السماع فيه ولا يقاس، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. إذا محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه، الذي يحسن الاستعارة تدريه أي تعرفه بمراعاة وجه حسن، وجه الحسن في التشبيه. التشبيه تارة يكون بليغا عندما يكون الجامع قوي، يعني يكون وجه الشبه بين المشبه والمشبه به قوي جدا، وهذا مما يحسن الوصف في التشبيه. فإذا كانت إذا كانت الاستعارة وقع فيها استعارة المشبه به للمشبه على وجه تام فإنها تكون أحسن حينئذ، وينبغي أن يبتعد بها عن رائحة التشبيه لأنها هي غير التشبيه،
تشبيه هو أن تشبه شيئا بآخر، أن تذكر مشبها ومشبها به وأداة ووجها، وقد تحذف بعض هذه المذكورات. وأما في الاستعارة فإنك لا تأتي بالكلام على وجه التشبيه، وإنما تأتي بالمشبه بإدخاله في جنس المشبه به، ادعاء أن التشبيه قد تنوسي وأنك تدعي أنه أصبح من هذا الجنس. فأنت حين تقول رأيت رجلا كالأسد، هذا أبلغ منه أن تقول رأيت أسدا يرمي، لأنك حين قلت رأيت أسدا يرمي لم تقصد تشبيهه بالأسد، وإنما قصدت ادعاء أنه هو نفس الأسد على سبيل المبالغة. فكلما ابتعدت عن راحة التشبيه كانت أبلغ. ولكن أيضا يراعى فيها الحسن من جهة قرب الوجه، ولا يعني بقرب الوجهين لا يكون فيه أحيانا غرابة أو بعد، ولكن المهم أن لا تصل تلك الغرابة والبعد إلى حد الإلغاز. والقانون الذي يمكن أن يضبط لكذلك هو أن لا يكون المعنى الذي قصدت يتبادر إلى الذهن غيره. فإذا كان المعنى الذي قصدته يتبادر إلى الذهن غيره فإن ذلك حينئذ يكون إلغازا يخشن الاستعارة ويفسدها. وهذا كما إذا قلت رأيت أسدا يضحك وأنت تقصد شخصا نتن الرائحة مثلا، فهذا في الحقيقة لغز، لأن أنت أبعدت هنا ووقع في كلامك ما يتبادر إلى ذهني، مرادك يتبادر إلى ذهني خلافه، لأن الذي يتبادر إلى الذهن من ذكر الأسد هو الجراء، لأن هي أخص خصائص الأسد الجراءة والشجاعة. فإذا قصدت لازما بعيدا من اللوازم التي لا تقصدها الناس في العادة، فإن المعنى هنا أصبح غامضا إلى درجة الإلغاز، وأصبح ملبسا أيضا، فيتبادر إلى الذهن خلافه، فحينئذ لا تحسن الاستعارة، بل هذا القسم منها يكون قبيحا. ما قال فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلاء، وإن تستعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. المجاز مركب يدخل فيه الإسناد العقلي الذي تقدم في باب أحوال الإسناد الخبري، وهو الحقائق العقلية والمجازات العقلية التي ذكرنا في الإسناد في باب الإسناد الخبري، وهو المشار إليه هنا بقوله في نسبة، وذلك قد تقدم. نحن قلنا في باب الإسناد الخبري أن الإسناد ينقسم إلى حقيقة عقلية وإلى مجاز عقلي، وأن الحقيقة العقلية هي أن يسند إلى ما هو له عند المتكلم وعلى ما يظهر من حال المتكلم، وأن المجاز العقلي وهذا قسم من مجاز تركيبي هو أن يسند إلى ما ليس له فيما يظهر من حال المتكلم. القسم الثاني من المجاز المركب هو مجاز التمثيل، يسمى بمجاز التمثيل، وهو اللفظ المستعمل فيما شبه معناه الأصلي به تشبيه تمثيل، بأن يكون وجهه منتزعا من متعدد للمبالغة في التشبيه، كأن يقال للمتردد في الأمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا تشبيه تمثيل، هو لفظ استعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، وهو منتزع من متعدد، لأنك شبهت الشخص الذي يتردد في أموره فيقبل عليها ثم يحجم بالشخص الذي يهم بالخروج ولكن لا يتمادى في المشي فيقدم رجلا تارة ويؤخر أخرى، والوجه في ذلك هو تردده وعدم إقدامه، فهذا النوع يسمى بالتمثيل. وإن أتى استعارة، إذا جاء المجاز المركب أي مجاز التمثيل إذا جاء على سبيل الاستعارة فإنه يسمى مثلا بشرط أن يكثر استعماله،
إذا كثر استعماله بين الناس فإنه يسمى مثلا، هو الأمثال المعروفة. ولا ينكب، أي لا يحول اللفظ الدال على المشبه لوجوب بقاء الاستعارة على الهيئة التي يستحقها المشبه به. إذا أتيت بكلام مركب وأردت أن تشبه الصورة التي وقعت في أصل هذا المعنى بالصورة الماثلة أمامك الآن، هذا النوع يسمى تشبيه تمثيل. فإن كثر استعماله بين الناس سمي مثلا، وهو الأمثال العربية المعروفة. ولا ينبغي أن ينكب، أي لا ينبغي أن يغير عن حاله، فالأمثال لا تغير لأنها مبنية على سبيل الاستعارة. الاستعارة ينبغي أن يثبت فيها المشبه به وأن يحذف المشبه ويتناسى. فلذلك كانت الأمثال، لما كانت مضارب الأمثال من تشبيه التمثيل، أي من تشبيه تلك الصورة التي وقعت أصلا في المثل بالصورة الماثلة أمامك الآن، كانت لا تغير لأن الاستعارة مبنية على حذف المشبه، لا بد من حذفه. فلذلك الأمثال لا تغير، بل يؤتى بها على الهيئة الأصلية، فيقال لكل أحد الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء، لأن أصلها مضرب هذا المثل وقع في امرأة كانت قد تزوجت شيخا ذا مال، ففركته كرهته، ثم أرادته أن يطلقها فطلقها، ثم تزوجت شابا فقيرا، فلما عضها الجوع أرسلت إلى ذلك الشيخ تسأله اللبن، أرسل لها بعض المنائح، فقال لها الصيف ضيعتي اللبن، لأن مخاطبته أنثى. ثم أصبح هذا مثلا، أي أصبح الناس يستخدمونه دائما، فصرت أصبحت أنت إذا رأيت شخصا يطلب مسألة وقد فات أوانها تشبه هذه الصورة التي هي حاصلة أمامك الآن بتلك الصورة التي وقعت لتلك المرأة حين طلبت ذلك اللبن وقد فات وقته، طلبت شيئا بعد فوات أوانه، فتجعل المشبه الذي هو بين يديك كأنه هو نفس المشبه وتبنيه على سبيل الاستعارة، فتحذف المشبه ولا تذكر شيئا من لوازمه، وتأتي بالمثل الأول على نفس الهيئة التي جاء عليها عن العرب، فتقول للرجل الذي طلب شيئا بعد فوات أوانه الصيف ضيعت اللبن، يقال لكل أحد بكسر التاء وهكذا. ومنهما إعرابه تغير، يعني من المجاز قسم يسمى مجاز الحذف والزيادة. مجاز الحذف والزيادة هو المجاز الذي تغير إعراب الكلام فيه بسبب حذف أو بسبب زيادة. يمثلون له في مجاز الحذف بقول الله تعالى واسأل القرية. القرية في كلام العرب تطلق على المباني، والمباني لا تسأل، فالمعنى اسأل أهل القرية، فهذا عند أهل البلاغة مجاز حذف. ومجاز الزيادة يمثلون له بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وذلك أن هذه الكاف لا يصلح أن تكون للتشبيه، لأنها لو كانت للتشبيه لأقتضت إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. فهي من حروف الصلة التي تعطي الكلام تقوية وتوكيدا، ولكن معناها غير معتبر، لا ليس معناها التشبيه، لأنك إذا أثبت معناها بأنك تقول مثل الله ليس له مثل، فهذا يقتضي منك إثبات المثل له. ومن الناس من يقول إن المثل يأتي بمعنى، أحيانا يأتي بمعنى ذات الشيء وعينه، لكن حتى لو أثبتنا هذا فهذا لا يصلح فرارا من المجاز، لأن هذا إذا أثبتناه لن نثبته على سبيل الحقيقة أيضا، وإنما سنثبته على سبيل المجاز، فنكون قد فررنا من مجاز إلى مجاز. إذا قلت إن المثل يأتي أحيانا لنفس الشيء،
لأن نقول لك مثلا مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، فهذا أيضا نفسه أسلوب المجاز. فإذا فررت من كون الكاف مجازا إلى أن المثل بمعنى العين، فقد فررت من مجاز إلى مجاز، فلا لا يكون هذا دليلا قويا لمن يمنع المجاز، من يمنع وقوع المجاز في القرآن الكريم. ولا يمكن أن يختلف الناس إطلاقا بأن الكاف قطعا ليست للتشبيه، لأنها لو كانت للتشبيه لأثبتت المثلية المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. إذن هذا القسم يسمى مجاز الحذف ومجاز الزيادة، إذا كان بحذف سمي مجاز حذف، وإذا كان بزيادة سمي مجاز زيادة. الباب الثالث والأخير من أبواب هذا الفن هو باب الكناية. والكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز قصد معناه الأصل. كما تقول في الشخص الطويل تقول هو طويل النجاد، النجاد جمع نجادة وهي حمائل السيف. ومن شأن الشخص الطويل أن يطيل حمالته. إذن فأنت لا تقصد نفس طول الحمائل، وإنما تقصد اللازم من ذلك وهو طول هذا الشخص. فالكناية هي لفظ أريد به لازم معنى، ولكن لا يمتنع إرادة المعنى الأصلي، فقد تكون تريد طول الحمالة فعلا. وبذلك يفارق المجاز عند البلاغيين، لأن المجاز عند البلاغيين لا يصح إرادة معناه الأصلي، لا يصح إرادة معناه الأصلي. قد ذكرنا سابقا أن الأصوليين يخالفون أهل البلاغة بهذه المسألة، فأهل البلاغة يعرفون المجاز بأنه المجاز اللغوي بأنه كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعت من إرادة المعنى الأصلي، فلا يجوز عندهم إرادة المعنى الأصلي. وأن الأصوليين يحذفون قولهم مع قرينة مانعت من إرادة المعنى الأصلي لأنه يجوز عندهم استعمال اللفظ المشترك في حقيقتيه وفي مجازيه وفي حقيقته ومجازه، فيجوز عندهم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في نفس الوقت. الكناية على كل حال مختلف فيها عندهم، هل هي داخلة في المجاز وليست داخلة فيه، تطرقوا لها خلافها مشهور. والسبكي قسمها إلى قسمين فجعل قسما منها مجازا وقسما منها حقيقة. إذن فالكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز قصد معناه الأصلي. ثم قال ترد إلى اختصاص الوصف، يعني تنقسم إلى ترد إلى أقسام. قسم يراد به اختصاص الوصف بالموصوف كقولك الخير بين ثوبيه، فأنت هنا تريد بهذه الكناية تخصيص الموصوف بهذه الصفة. والمراد لازم هذه الصفة وهو كرمه، المراد الحقيقة هو لازم هذه الصفة وهو كرمه، ولا يمتنع إرادة المعنى الأصلي. وفائدتها هنا، فائدتها هنا هو التخصيص، هو تخصيص الموصوف بالصفة. وتارة تفيد اتصاف الموصوف بالصفة فقط دون دون تخصيص، وذلك ما إذا قلت طويل النجات. وهذا القسم على نوعين، قسم يكون فيه المعنى اللازم قريبا، وقسم يكون فيه بعيدا يحتاج إلى تأمل. فالقريب كقولك طويل النجات، والبعيد كقولك كثير الرماد، لأن كثرة الرماد توصل بها إلى الكرم فيه كثير من الوسائط، لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة الحطب والنار الموقدة، وكثرة الحطب والنار الموقدة
تستلزم كثرة القدور، وكثرة القدور أي المراجل تستلزم كثرة الضيف، وكثرة الضيف تستلزم الكرم. الآن وصلنا إلى الكرم بعد هذه السلسلة. أحيانا يكون توصل إلى الصفة أي إلى اللازم الذي قصد به وصف الموصوف قريبا، وتارة يكون بعيدا، وتارة يعنى بها نفس الموصوف كقولك المضياف تعني الكريم، ولا تقصد به أنه الآن كثير الأضياف، وإنما تقصد لازم تلك الصفة وهو كثرته وهو كرمه. ثم غرض الكناية تارة يكون التوضيح كما في طويل النجاة، وتارة يكون الاختصار كما في قولهم مهزول الفصيل. الفصيل هو الحوار، ولد الناقة صغير. كون الفصيل مهزولا هذا معناه أن أمهاته نحرن للأضياف، فمهزول الفصيل معناه كريم، أي معناه الذي يكثر نحر نوقه حتى ذوات اللبن فتبقى فصلانه مهزولة. فقولك مهزول الفصيل أخصر، إذا أردت أن تصل إلى هذا المعنى باختصار فإنك تقول هذا الكلام. وتارة يكون غرض الكناية صون الشيء عن الذكر عن البوح به، كقولك أهل الدار كناية عن الزوجة، يعني عن زوج الرجل، فتقول ذلك كناية صونا إذا أردت عدم البوح بالذكر، ليس من جهة الاستهجان وإنما من جهة الصون فقط. وتارة يكون انتقاء اللفظ أي اختيار اللفظ، يكون المتكلم اختار اللفظ لكون اللفظ الذي كنا عنه فيه هجنة، وذلك ككناية القرآن عن الجماع بالمباشرة، فالآن باشروهن. اللفظ الذي كني عنه فيه هجنة في قبح فعدل عنه إلى لفظ ليس فيه ذلك، فاستعملت الكناية هنا. وكان الكناية أيضا عن الجماع باللمس، وكان الكناية عنه أيضا بالإتيان ذلك، فأتوهن من حيث أمركم الله. فالإتيان المراد به الجماع، ولكن كني به عن لفظ مستهجن استقبح تصريحه. فصل في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز، يعني هذا في ترتيب أنواع هذا الباب أيها أبلغ، فالمجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح، معناه الكنى أبلغ من التصريح، والمجاز أبلغ من الحقيقة. كذا زكينا أي علم هذا الأمر. كذا علم في الفن أيضا تقديم الاستعارة على التشبيه، فالاستعارة أبلغ من التشبيه أيضا باتفاق العقلاء، أي باتفاق أهل العلم من أهل هذا الفن. وبها نكون قد وصلنا إلى نهاية علم البيان وبداية علم البديع إن شاء الله، يكون ذلك بداية الحصة المقبلة بحول الله تعالى إن شاء الله.